أسباب البركة في البيوت. البركة كلمة نسمعها دوما، ولكن للأسف افتقدناها في بيوتنا، فلا بركة في الوقت ولا الرزق. إليك مفاتيح البركة، المفاتيح الثمانية، وكلها من القرآن والسنة. أولها تلاوة القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بركة من خلال تدبره والسير على تعاليمه في شؤون الحياة. ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن: تسكنه الملائكة، تهجره الشياطين، ويتسع بأهله ويكثر خيره. المفتاح الثاني البسملة وذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء. المفتاح الثالث الصدقة. من أسباب البركة على البيت التصدق، خاصة صدقة السر، فإنها تطفئ غضب الرب. المفتاح الرابع صلة الرحم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر. المفتاح الخامس التبكير في طلب الرزق. جاء في الحديث الشريف: بورك لأمتي في بكورها، أي الخروج لطلب الرزق باكرا. المفتاح السادس إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لوقتها. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. المفتاح السابع التوكل على الله حق توكله، لما ورد في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. المفتاح الثامن مواصلة الاستغفار. والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. متعنا الله وإياكم بالبركة والرضا والتقوى.